أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بنعرف اليوم ضيفنا الكريم أخونا كريم العبيدي، وبصراحة أنا كثير فرحان بهالحلقة هي. راح نحكي عن الغزو الإسلامي، طبعا أخونا كريم راح يحكي عن الغزو الإسلامي العربي الإسلامي. خلونا بالبداية نرحب بالأخ كريم. أهلا وسهلا فيك أخي كريم. أهلا وسهلا جان، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا حبيبنا كريم. كريم، وعدنا نحكي على الغزو العربي الإسلامي. طبعا المحاضرة معك والميكروفون معك، أنت حطينا النقاط الحديث، وما باقي إلا تتفضل وتتكرم وتأخذ الميكروفون. تفضل. أوكي، شكرا. قبل كل شيء كالعادة يعني مانيش باش نعتمد على مصادر وعلى تواريخ وعلى أشياء محددة، وإنما كالعادة ويعرف الأخ جان إن نتكلم يعني من الذاكرة، ونحاول باش نلخص هذا التاريخ المظلم اللي رغم اللي المصادر متاعه كلها تقريبا إسلامية مع الأسف، يعني المصادر الغير إسلامية قليلة جدا حول ما يسمى الاحتلال الإسلامي. أنا نفضل نسميه الاحتلال الإسلامي لشمال إفريقيا. المهم أزول ولن نزول كالعادة، وقبل ما نحكي على الاحتلال الإسلامي لشمال إفريقيا حبيت نقول حاجة وذكرتها الأخ جون، أني أنا معناتها مشغول شوية الفترة هذه حول كتاب التقرير حول معاناة ما يسمى معناتها أحنا المرتدين على الإسلام في العالم الإسلامي، وما يعانون منه من اضطهاد من جميع الجوانب، والخوف من إعلان على وجهة نظرهم أو رأيهم سواء داخل الأسر أو خارج الأسر، ونحاولوا باش نضمنوا لهؤلاء الأشخاص حماية. وهذا الموضوع سوف أتكلم عليه في الأسبوع القادم بعد لا يكون الفكرة واضحة بتاع هذا المشروع مع بعض الإخوة. هوني باش نعطيكم أكثر معلومات. اليوم يا سيدي باش نتكلموا على ما معناتها يسميوه هما الغزو، يسميوه الفتح، ما فهمتش أنا الفتح أي فتح هذا اللي يحكيوا عليه، أو الغزو الإسلامي لشمال إفريقيا واللي احنا نعتبره الاحتلال شمال إفريقيا. المهم يعتبر معناتها حاجة نقطة مهمة، يعتبر الاحتلال الإسلامي أو محاولة الاحتلال لشمال إفريقيا هي أطول فترة في التاريخ الإسلامي. تم فتح الشام في سنتين ثلاثة سنوات، العراق كيف كيف، إسقاط الفرس معناتها قوتهم وعظمتهم يعني في عدة سنوات، بينما محاولة التغلغل في شمال إفريقيا دام قرابة 70 سنة، ووقعت خلال 70 سنة هذه تقريبا حسب ما يقول ابن خلدون 12 الردة، يعني كل مرة يوقع الغزو ثم ينسحب الجيش الإسلامي ويوقع الارتداد على الإسلام. إذا هذه معناتها نقطة ياسر مهمة، يعني 70 سنة ليس فترة قليلة، يعني هذا جيل كامل المحاولات للتغلغل في شمال إفريقيا. خلينا نبدأ من الأول، معناتها من الأول نعرف وإحنا في التاريخ الإسلامي وقت جاء أبو بكر للخلافة لم يهتم المسلمين بفتح الدول الأخرى، كانوا لاهين بالمشاكل متاعهم الخاصة وحروب الردة وغيرها اللي وقعت في عهد أبو بكر، ونعرفوا اللي إحنا حكم أبو بكر ما دامش كثير، دام تقريبا 2-3 سنوات. عندما جاء عمر اهتم بما يسمى فتح الشام والفرس وغيرها. في آخر عهد عمر قبل أن يقتل عمر، معناتها كان خليفة مدة تقريبا 10 سنوات، وبعد فتح الشام واستقرار الأمور في الشام كثير من البيزنطيين أو من المسيحيين اللي كانوا في الشام واللي ما حبوش يدفعوا الجزية، فما اللي قبل باش يدفع الجزية، هربوا إلى مصر، ما عندهمش فين يهربوا، هربوا إلى مصر لأن كثير منهم كانوا معارضين حتى الحكومة البيزنطية، خاطر نعرفوا احنا كانت بيزنطة وكان فما اتجاه بيزنطي واتجاه كاثوليكي ومذاهب مسيحية كثيرة في ذلك الوقت.
إذن عمر بن العاص اقترح على عمر بن الخطاب أن يفتح مصر. لماذا؟ طبعا عمر بن الخطاب قال له أنا إيش نعمل بها مصر؟ ما عندي ما نعمل بها، يزيني معناتها الفوق ومعناتها هذاك حد تفكيره وعقله، فأنت ماهوش يعرف عمر، يعني ما يعرفش. عمر بن العاص كان داهية وكان عنده معرفة بالسياسة وكان عنده اتصالات وكان يعرف كل شيء. إذن عندما اقترح عليه هذا الاقتراح معناتها عمر بشيء طبيعي يطلب منه معناتها ما هي الأسباب اللي تخلينا باش نفتحوا مصر. قالوا أول شيء معناتها ملاحقة من فر، أول حاجة. ثاني حاجة نحميه غرب الدولة الإسلامية. ثالثا ما ننساش اللي مصر وما وراء مصر هي منطقة سكانية هائلة، لو يتم فتحها سوف نحصل على معناتها أعداد من الجنود لبقية لفتح العالم، لأن يعني تعرف منطقة الشرق الأوسط مهما كان العدد نتاعها قدام مصر يظهر حتى شيء، يعني تظهر قرية. فهمت؟ هي الجزيرة العربية في ذلك الوقت عبارة على قرية من قرى النوبة أو قرى مصر أو شمال أفريقيا. والشيء الآخر إن هي غنية بالأموال، يعني معناتها مصدر الغنائم، يعني توا الشام وصحيح فما شوية غنائم لكن مش كيما مصر. مصر غنية جدا بالفلاحة والأموال وكل شيء. إذن في الأخير وافق عمر بن الخطاب لفتح مصر، وأرسل طبعا عمر بن العاص بجيش، ووقع أول العملية هي محاصرة ما يسمى بالإسكندرية اللي كانت عاصمة مصر. ونعرف اللي مصر في ذلك الوقت الوضع متاحة كما بقية شمال إفريقيا، يعني بقية شمال إفريقيا يعني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. هناك فما عدة مذاهب إسلامية، فما تقريبا نجم نقوله فما ثلاثة اتجاهات مش إسلامية، مسيحية، ثلاثة اتجاهات مسيحية. الاتجاه اللي موالي البيزنطة، والاتجاه اللي موالي الروما الكاثوليكي، واتجاه ثالث نطلق عليه الاتجاه الوطني، يعني اللي يدعو المسيحية وطنية كما الأقباط، فهمت، وكما الدوناتيين اللي موجودين في تونس والجزائر وليبيا والمغرب. تنحكيوا عليهم في الحلقة القادمة، باش يكون الموضوع متاعنا هو المعتقدات والديانات اللي كانت موجودة في شمال إفريقيا معناتها عبر التاريخ وفي وقت الغزو الإسلامي. المذاهب المسيحية هذه بعضها، يعني الأشخاص هذوما اللي ينتمون لهذه المذاهب شافوا في ما يسمى القدوم الإسلامي مخلص لهم من السيطرة البيزنطية، فكانت نوعا ما تحالف أو ما يسمى تقارب لهذا الجيش الغازو اللي باش يغزو البلاد متاعهم. وهذا يتوقع في أي شعوب، أن ساعات مثلا تبدأ دولة مسيطرة على أجنبية، مسيطرة على دولة ويجي محتل آخر، تلقاه فما تعامل اللي بعض يسميها خيانة وبعض يسميها مصالح. المهم تم محاصرة الإسكندرية، وانتم تعرفوا القصة هذه، تقريبا مدة 4 شهور، وفي الأخير سقطت الإسكندرية باتفاقية على أن كل العسكر أو الجيش البيزنطي يغادر الإسكندرية وأنهم يدفعوا الجزية وهم صغيرون طبعا، واللي ما يحبش يمشي لبلاصة أخرى مازال ما وصل لهاش الإسلام. عمرو بن العاص لم يكتفي بالإسكندرية اللي كانت عاصمة مصر، اتجه نحو الغرب ونحو معناتها منطقة برقة. برقة معروفة هي منطقة هي تعتبر غرب ليبيا، شرق ليبيا وغرب مصر. وهناك لم يوقع فتح لأن عرض عليهم المسلمين وقت يدخلوا يعرضوا الجزية أو الإسلام أو الحرب. هما وافقوا على الجزية ودفعوا الجزية وسكتوا، حتى أن معناتها التاريخ يقول لك أهل برقة منطقة ما هيش غنية، منطقة صحراوية، كانوا مضطرين لبيع أبنائهم لكي يدفعوا الجزية للمسلمين. تصور يعني واحد يبيع بنته ويبيع ولده باش يدفع الجزية للمسلمين. المهم بس قبل ما نخطي هالمرحلة يا أخي كريم،
في عندك شيء تقدير مثلا كم كانت الجزية مثلا سنويا، كم تقدر بحسب أموال اليوم يعني، أو بحسب إنتاج الشخص مثلا يعني، إذا في أي أرقام تقديرية عندك؟ تفضل. والله ما حسبتش قداش، ما هي في حدود تعتبر الجزية الذي فرضها المسلمين على برقة مش كبيرة، تقريبا في حدود 20,000 دينار. ما نعرفش معناتها قداش يسوى بالوقت الحاضر، من بين 20,000 30,000 دينار تقريبا، ما نعرفش قداش تسوى الآن. أما عندما نقارن بالجزية اللي فرضها المسلمين على أهل إفريقيا وقتها بعد الفتح، وصلت 300,000 دينار، تعتبر أهل برقة وافقوا، لأنهم هما فقراء أصلا ما عندهم شيء، هما جماعة يعني يسرحوا بالغنم، ويعني كما نقولوا بدو، ما همش أصحاب حضر. تعرف المسلمين أكيدا عندما يحدوا الجزية باش يحدوها على حسب مستوى المعيشة وعلى حسب غناء المنطقة، عندما تكون منطقة غنية يفرضوا عليهم جزية أكبر، فهمت؟ أما أكيد أن الجزية مهما كانت هي مضرة للشخص، لأن نقود تدفع معناتها لازم يخرجها ينقص من احتياجاته لكي يدفعها للمسلمين. المهم يعني فتح الإسكندرية وقع قرابة سنة 21 للهجري، فهمت؟ الإسكندرية، وبعد كما قلت لكم حصار 4 أشهر، ثم بعد برقة اللي وصلوا البرقة واللي تم معناتها دفع الجزية، وقلت لك يعني انهم اضطروا اهل برقة انهم يبيعوا اولادهم لدفع الجزية، بشي وريك عندما القول يا جان انهم يبيعوا اولادهم، يعني تعتبر الجزية مرتفعة، فهمت؟ بالنسبة ليهم الظروف بالضبط. انا هذه كان الفكرة اللي بدي اقولها، يعني انه انتاج الانسان شقد كان هذاك الوقت وشقد مفروض عليه جزية، يعني اذا انتاجه مثلا خلينا نقول يوميا $100، اذا نفرض عليه $95 جزية، فصفى له $5، يعني هذا القصد المقارنة حسب إنتاج الإنسان يعني. وكانت أظن يعني كانت أرقام مجحفة بحق البلاد الغزوها للمسلمين. شيء طبيعي، شيء طبيعي. هو هي هو كان معناتها يجبرك الجزية، لأن هو ماذا بيه أنت ما تدفعش الجزية ويحاربك وياخذك عبيد. إذا الشخص يعني لو معناتها المصادر التاريخية تقول أن أهل برقة باعوا أولادهم، يعني أن الجزية مرتفعة على حسب مستوى معيشتهم، هذا معناتها دليل، قد المصادر التاريخية تقول أنهم باعوا أولادهم. تعرفش معناها تبيع ولدك باش تدفع الجزية، يعني مصيبة، يعني كأنك أخذت أسير، نفس الشيء. المهم ثم المسلمين بقيادة عمرو بن العاص أرسل معناتها واصل بعد برقة نحو طرابلس الغرب اللي هي موجودة في ليبيا، طرابلس، مدينة طرابلس، وكل اللي رفضوا دفع الجزية هربوا لمدينة طرابلس، وهو طبعا لاحق عليهم، ديما لاحق عليهم، يعني يقول لك أخرج ومن بعد نلحق عليك. المهم كما نعرفوا في فتح مكة نفس الشيء، فهمت؟ من بعد الحق عليهم للشام والحق عليهم لكل بلاصة. المهم وقت وصلوا طرابلس لقوها محصنة تحصين معناتها قوي، فهمت؟ التحصين في شمال إفريقيا هو معناتها روماني قديم وبيزنطي، يعني قوي، أقوى من التحصين اللي موجود في الشرق الأوسط، فهمت؟ يعني تحصين قوي. فعندما وصلوا إلى طرابلس لقوها محصنة وتم حصارها، فهمت؟ مدة طويلة وما نجموش يدخلولها، حتى في يوم من الأيام معناتها هما حاصرينها، ان احد الاشخاص اتجهوا نحو، هما كانوا محاصرينها من جهه الشرق، اتجهوا جهه الغرب، وكانت وقتها حراره، فاتجهوا نحو البحر، هي مدينه على البحر. فعندما وصلوا الى البحر وجدوا ان جهه البحر ليس هناك سور، لان هناك السفن، فدخلوا من ذلك السور وكبروا، فوقع الذعر داخل مدينة طرابلس، يخايبوا أن الجيش الإسلامي تخلى المدينة وفر ما يسمى بالجنود البيزنطيين أو الرومان من المدينة، وتم معناتها وتسمع عمرو بن العاص أن التكبير داخل الحصن الحق بالواحد بتاعه، يعني عملية معناتها حسب ما رواها المسلمين، هذه الرواية ما نعرفهاش صحيحة ولا غلطة، يعني لأنها ضحوكة شوية يعني.
هذا الكل يعني بهذه السهولة، وتم فتح مدينة طرابلس. ثم واصل عمرو بن العاص نحو مدينة زوارة وضواحي طرابلس وكل شيء، ولكن عمر بن الخطاب عندما طلب عمرو بن العاص أنه يواصل فتح إفريقيا، إفريقيا كانت مقصود بها تونس، كانت هي تسمى إفريقيا، رفض عمر بن الخطاب فتح إفريقيا بحجة أن تلك المنطقة مجهولة وغير معروفة، وإنها معناتها فيها نوع من الضبابية وما يعرفش عليها، معناتها ما يحبش يغامر بجيش المسلمين، يعني كانت منطقة مخيفة، يعني مغرب الشمس كما يقول القرآن، يعني ذو القرنين عندما مشى غاديكا وجدها تغرب في عين حمرة، فهمت تعرفوها القصة، ومعناتها وجد عندها قوم، فهمت إنشاء تعذبهم، معناتها قالوا إنشاء تعذبهم إنشاء سامحهم كما تحب أنت. المهم، وما ننساوش هوني حاجة مهمة، نلقاو عشرات بل أكثر من عشرات الأحاديث اللي مذكورة في كتب معناتها صحيحة، حتى منها معناتها كتاب معناتها ابن حنبل، وأحاديث مروية عن أبو هريرة وفي البخاري ومسلم. كل هذه الأحاديث تتكلم على ما يسمى، هم يسميوهم البربر، أما هم الأمازيغ. ونظن هذه الأحاديث يمكن تكون معناتها كتبت في عهد محمد، يمكن محمد قالها، يمكن كتبت من بعد، يمكن كتبت في عهد عمر، يمكن كتبت عندما تم الفتح أو ما يسمى الاحتلال لشمال إفريقيا. هي الذي جعلت عمر، ونعرف احنا عمر إنسان متعصب وإنسان يعني متمسك بالعروبة متاعه فهمت القومية العربية والتشدد والقبيلة وكذا، يعني خاف ما معناتها أنها يتوغل بالجيوش نحو ما يسمى إفريقيا. خلينا نذكر بعض الأحاديث، معناتها هي كثيرة، راهي كثيرة جدا جدا جدا، ورغم اللي كثير معناتها يقول لك أن هذه الأحاديث ضعيفة، فهمت، لكن عندما نرجع نلقاو إلا معناتها مهما حاولنا نخرجوا على الأقل زوز ولا ثلاثة أحاديث صحيحة. ثم حديث عن يزيد بن سنان، عن يحيى بن سعيد، عن 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 أبي هريرة أن الرسول قال: ولد لنوح ثلاثة، سام وحام ويافث، فولد من سام العرب والفرس والروم، وهما خير الناس، يعني هما أحسن حود، وولد من يافث يجوج وماجوج والترك والأكراد طبعا والسقالبة، ولا خير فيهم، وولد من حام القبط والبربر ولا خير فيه. يعني شوف معناتها حديث عنصري 100% مروي عن أبي هريرة. حديث آخر نفس الشيء مروي عن أبي هريرة، يقول إن فما شخص جاء لمحمد، يا أخي قال له محمد من أنت؟ قالوا أنا بربري. سعادية كذبة، مستحيل واحد يقول أنا بربري في ذلك الوقت، فهمت؟ فقال الرسول: قم عني، وهز مرفقه هكا. فلما قام عنه أقبل علينا رسول الله فقال: إن الإيمان لا يتجاوز حناجرهم، يعني ما تثقوش فيهم، رأوا الإيمان غير كلمة يقولوها. هذه معناتها هذوما زوز حديث. ما حديث آخر عن الليث، عن ابن حبيب، عن قيس، عن مولى عمر بن العاص، عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله قال: الخبث 70 جزءا، فجزء واحد في الجن والإنس، و99 في البربر. يعني أنا بتمنى يسمعوا أخوتنا الأمازيغ، يسمعوا المسلمين المؤمنين بمحمد، يسمعوا العنصرية هي الموجهة ضدهم، يعني كعرق للأسف الشديد. أنا بس بهم بدي أذكر أخوتنا أصدقائنا المتابعين، يا ريت تبعتونا أسئلتكم على السكايب وتكتبوها بالشات هون، بدنا أسئلة يا شباب، بدنا يعني الشيء الغائب عنا نفهمه، كلياتنا بدنا نفهم الموضوع من جذوره. تفضل أخي كريم. هذا حديث آخر عن الوليد عن عبد الله بن ياسر قال: سمعت بعض المشايخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء البربر خير من رجالهم، بعث فيهم نبي فقتلوه فأخذوه النساء ودفنوه. يعني هذا حديث صحيح،
وفما حديث آخر نفسه وهو صحيح عن يحيى ابن سعيد عن عثمان عن عبد الرحمن عن 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 عن, عن, عن أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين ومعي وصيف بربري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم هذا آتاهم نبي قبلي فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وشربوه مرقة. ما نعرفش هذه عملها خالد بن الوليد ولا لمازيه. لا هو أظن بالناس كما أظن بنفسي يعني أخي كريم. يعني ما أنا ما أنت تعجب من هذا الحديث، يعني عملوه مرقة وشربوا المرقة متاعه، فهمت؟ يعني والأحاديث في هذه المسائل، يعني الأحاديث معناتها ما نحبش نذكرها كلها، عن فما حديث آخر عن ابن هريرة عن 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 كما الحاكم هذاك يقول إن أخرجت صدقة ولم تجد معناتها ولم تلقى إلا البربر فأعدها، ما تصدقش بها. تصور يعني أنت بخرج صدقة لله في سبيل الله، أوكي، وتمشي ما تلقاش عباد اخرين، تلقى كان البربر اللي بربر هما اللي يكون الامازيغ، فهمت؟ رجعها ما تعطيهاش. المهم احنا معناتها اتصال البربر هما يقولوا البربر احنا نقولوا الامازيغ بالعرب كان راو في فتره خلافه عمر، انا نتصور خطر فما احد الائمه اسمه عكرمه مولى ابن العباس وهو امام وهو أمازيغي ومتفق عليه إنه أمازيغي، عكرمة مولى ابن العباس معناته متفق عليه إنه أمازيغي، لأن في الغزو الإسلامي لشمال إفريقيا البرقة والطرابلس أكيد تم أسر أمازيغ وأخذهم عبيد إلى الشرق الأوسط. المهم نرجع احنا للموضوع متاعنا اللي هو الفتح. عمر قال له ما تغامرش أبعد من طرابلس، فمكث عمرو بن العاص في تلك المنطقة ولم يتقدم، ووقتها قتل عمر بن الخطاب، تعرفوا يعني القصة بتاعه مقتله من طرف انه ملجم، ووقعت نوعا من الارتباك وجاء عثمان للخلافة الإسلامية. عثمان كان معناتها نفس رأي عمر في مسألة غزو إفريقيا، يعني كان ضد غزو إفريقيا، فهمت؟ ولكن في الفترة اللي يوصل بها للخلافة شنو وقع؟ عمرو بن العاص عمل غزوات يعني نحو جنوب تونس ونحو غرب ليبيا، وأرسل إلى عثمان معناتها غنائم مهلة، يعني حتى عثمان بقى باهت، فغير عثمان وجهة نظره وطلب لفتح إفريقيا. وش عمل؟ فما خطبة معروفة لعثمان بن عفان طلع على منبر المدينة وحث المسلمين للجهاد في إفريقيا، وهذه الخطبة يعني معروفة، وشارك في هذه معناتها بعد الخطبة إنهم اجتمع كثير من الصحابة، منهم اللي معروفين العباد للسبعة اللي ماتوا موجودين الآن في قروان، فهمت؟ يعني باش يخرجوا بجيش من المدينة نحو مصر، وصل قوته 20,000، فهمت؟ 20,000 تقريبا جندي وصلوا إلى مصر، ومن مصر مشاوا البرقة ولقاوا غديك عقبة بن نافع اللي هو زاد عنده جيش، وواصلوا السير نحو طرابلس اللي هي وقتها ارتدت عن الإسلام، فهمت؟ خاطر ما انسحب الجيش وقت عمر، ولكن بقات ما يسمى المناوشات الإسلامية، كانت مناوشات سرقة، يعني كما اللي كان يعملها محمد مع القافلات متاع مكة، يعني كانوا يدخلوا للمدن ويدخلوا للمناطق يسرقوا النساء ويسرقوا الأولاد الصغار ويهربوا، قرصنة سرق، فهمت؟ عندما وصلوا المدينة طرابلس ما حبوش يعاودوا يفتحوها. علاش؟ على خطر قالوا كان باش نعاودوا نفتحوها مع الجيش اللي عندهم ما همش باش يخسروا الجهد نتاعهم، فهمت؟ اذا قروا باش يواصلوا نحو جنوب تونس. في ذلك الوقت
جهة تونس والجزائر والمغرب، هناك ملك كان يحكم اسمه جرجر. هذا الملك معناته معروف انه استقل على بيزنطة وعلى روما وكون ما يسمى بحركة وطنية شمال إفريقية وعمل العاصمة متاعه قرطاج. أما عندما سمع بالجيوش الإسلامية أنها سوف تتقدم نحو منطقة إفريقيا اللي هي منطقة تونس، بدل العاصمة متاعه نحو سبيطلة لكي يراقب تقدم المسلمين. وكان هذا معناتها القائد معناتها اللي هو مسيحي مسيحي وكان مستقل على بيزنطة وعلى روما. نعرف احنا المسيح اللي كانوا في مصر وفي شمال افريقيا او حتى في الشرق الاوسط عندهم كما نقولوا توكيل من بيزنطة ومن الكنيسة الكاثوليكية في روما. لكن هناك في شمال افريقيا وقعت ما يسمى حركات وطنية كما مثلا دانوتية معروفة معناتها هذه ديانة أو حركة مسيحية معناتها استقلت على الكنيسة الرومانية. هي ظهر تقريبا في القرن الثاني أو الثالث الميلادي وقادها معناتها أمازيغي دونات، هو اسمه دونات، هو جزائري، وطلب أنه معناتها يعتبر اضطهاد الكنيسة للآخرين غير مقبولة، وكان يطلب ما يسمى بالتعايش وحرية المعتقد وحرية الدين. وكانت عنده فكرة مسالمة وكان ضد فكرة أن المسيحية تتدخل في السياسة، يعني فكرة علمانية. المهم احنا ما نشبش نتكلموا على المعتقدات، اما حبيت نقول اللي شمال إفريقيا وقت ظهور الإسلام كان يعيش فترة تمزق. نعرف احنا اللي بيزنطة هي اللي خذت القوة بعد سقوط روما، ولت هي القوة وتحب تسيطر على كل ما معناتها كانت تملك روما، خاصة مصر وشمال افريقيا، وخذت ياسر مواقع. ولكن في نفس الوقت روما ما زالت عندها القواعد متاعها خاصة في غرب شمال افريقيا. عندي سؤال كريم، هو اعداد الجيوش مثلا لما دخل المسلمين بأي مدينة، وهل القواعد البيزنطية كم كان مقارنة أعداد الجيوش، يعني أعداد الجيوش البيزنطية لما تقوم هالحروب هاي، هل كانوا أقلية المسلمين يعني أقل من الجيوش المحاربة اللي يحاربون ولا كانوا أقلية؟ كانوا أقل منهم. كانوا أقل منهم. برأيك شو السبب اللي قدروا ينتصروا عليهم يعني غير التمزق؟ التمزق اللي موجود لأن الجيوش البيزنطية أو الرومانية هي جيوش مستعمرة، أوكي؟ يعني نفس الجيوش العربية، نفس الشيء، يعني ما فهمش فرق من بيناتهم. إذن هنا شكون يبقى الفاصل؟ هم السكان الأصليين. السكان الأصليين فهمت يميلون لمن معناتها يحترمهم أكثر، فهم كانوا يعيشوا الاضطهاد تحت حكم بيزنطة، ونعرفوا هذا معناته حكم روما. عندما جاءوا الجيوش العربية كانوا يتصوروا انهم جايين مخلصينهم من بيزنطة، وهذه الفكرة اللي روجوا لها المسلمين الى الان، فهمت؟ انهم يقول لك احنا معناتها حررناكم، احنا العرب المسلمين حررناكم من بيزنطة. ولكن الشعب العادي ما كانش يعرف ان الاحتلال القادم هذا اللي يدعي انه بشي حرك من مستعمر اخر هو اكثر اضطهاد من الاول. يعني كان الجيوش البيزنطية والجيوش الرومانية كانت تضطهد، ولكن كانت تبني، كانت تعلم، كانت هناك حرية دينية نوعا ما، كانت هناك عدة اشياء. ما كانتش تجبر الامازيغ باش تدخل في المسيحية مثلا، فهمت؟ حتى إن وقع بعض الاضطهاد لإجبارهم للدخول في المسيحية، هناك حركة دانوتية وقفت، هي مسيحية وطنية في شمال إفريقيا ضد التدخل الروماني أو البيزنطي لإجبار الأمازيغ على دخول المسيحية. لأن يجب أن نعلم أخي جان أن الديانات المنتشرة وتظاهر الإسلام، عندك قلت لك عدة مذاهب مسيحية، هي المسيحيين الموالين بيزنطة، المسيحيين الكاثوليك الموالين الروما، والمسيحيين الوطنيين. هذوما ثلاثة اتجاهات في المسيح.
ولا ننسى أيضا أن كان هناك وجود يهودي كبير جدا في شمال إفريقيا، وإحنا نعرف أن بعد الروايات تقول بعد تهديم هيكل سليمان يعني أقدم كنيسة هي موجودة في جربة في تونس، وسوف نحكي وتنوصل معناتها للتاهية اللي هي يطلق عليها الكاهنة التي هي يهودية، فهمت؟ وهي حاربة المسلمين. ونرجع مرة جاية في الفيديو القادم عندما نتكلم عن المعتقدات، اليهودية كان لها تواجد كبير جدا في شمال إفريقيا، حتى أن هناك بعض الدراسات يعني تقول أن اليهودية لم تأتي من الشرق وإنما جاءت من شمال إفريقيا، يعني هذه روايات أما ما هيش صحيحة، فهمت؟ يقولوا أن خطر لأن تواجد اليهود قبل ظهور المسيحية كان كثير جدا في شمال إفريقيا، وبدليل أن النظام الاجتماعي خاصة النظام معناتها بتاع الأم، أن الأم هي اللي تعتبر معناتها تعطيك الاسم، هو نظام يهودي، هو موجود عند الأمازيغ، يعني الأمازيغ تأثروا كثير باليهودية، ثم جاءت المسيحية والمسيحية حاربت اليهودية في شمال إفريقيا، ولكن رغم ذلك وقت تكونت ما يسمى بالحركة الدانوتية ولا الحركة المسيحية الوطنية تعايشت مع اليهود في شمال إفريقيا. وقت جاء المسلمين، فهمت؟ هما كانوا يظنوا في الأول أنهم بشي خلصوهم من اضطهاد الروماني أو البيزنطي، ولكن من بعد اكتشفوا الحقيقة. هذاك علاش وقعت الردة عدة مرات، خاطر عندما يدخل الجيش الإسلامي ثم يشوفوا المظالم اللي يعيشوها وكيفاش يأخذوا لهم نساهم وكيفاش يأخذوا لهم أولادهم وكيفاش كذا، يوليوا حبر ما يبتعد الجيش الإسلامي أو يحسوا هناك إنها مشغول بقضية في الشرق الأوسط، لأن ما تنساش معناتها أي شيء يوقع في الشرق الأوسط يؤثر على الإمداد العسكري. وهنا حاجة أخرى أخ جون، أيضا ما تنساش التركيبة متاع السكنية في شمال إفريقيا هي تركيبة ككل المناطق في العالم، هناك مناطق الحضر وهناك مناطق البدو، ما يسمى اللي يعيشوا في البدو، وفعلنا احنا الصحراء، فهؤلاء ما يسمى اللي يعيشوا في البدو القاوة الطبيعة متاعهم قريبة من الطبيعة العربية، فهمت؟ فتحالفوا معاهم، وخاصة عندما شافوا انهم عندهم ارباع من الغزو. إذن الجيش الإسلامي صحيح يخرج بعشرين ألف، ولكن ما تنساش أن عدد كبير من الجنود الأخرين اللي يسموا مثلا الجنود المشريين بالفلوس، فما هناك أقباط مع الجيش الإسلامي، فما كان القياديين معناتها عرب ومسلمين، يعني عدد قليل العرب والمسلمين، أكثر الجيش هما من الأقباط ومن السريان ومن الأمازيغ نفسهم، اللي معناتها تجي مثلا جيش تقول له معناتها نعطيك فلوس ونعطيك غنائم، يمشي يخدم على روحه، هو بدوي، هو عايش في البدو ويعيش هكاك هو بطبيعته. إذن هذاك علاش وقعت الغلبة لهذا السبب، معناتها نظن جاوبتك. أكيد، تفضل أخي، تفضل أكمل. فعلا خليني نواصل الواحد. المهم احنا وصلنا وقتها عثمان طلب لفتح إفريقيا، فتعرض معناتها بعد معناتها توقف الفتح كما قلت لكم في عهد عمر، وبعد جاء عثمان وعاود معناتها فتح، نعرفوا لي الوضع اللي وقعت في 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 في, في الشرق الاوسط، ان عثمان وقت بداوا هما يفتحوا في شمال افريقيا شنو وقع، وصلوا حتى وقعت حرب جرجير، والمعركه كانت جدا كبيره، فهمت؟ المعركة جدا كبيرة، نواحي سبيطلة يعني نواحي جنوب تونس، كانوا المسلمين يحاربوا من الصباح حتى للعصر، مع العصر يرجعوا، فهمت؟ كل يوم كل يوم كل يوم لا واحد غلب الآخر، في الأخير فهمت هما قرروا معناتها المسلمين أنهم يلقوا حيلة، شو عملوا؟ أرسلوا الجنود من غير الفرسان، و عندما ضعفوا الجيش نتاع جرجير أرسلوا الفرسان، الفرسان تغلغلوا داخل الجيش نتاع جرجير وقتلوا جرجير. وقتها مات جرجير، وقعت الفوضى، وتم تقدم المسلمين نحو القيروان ونحو فهمت قرطاج وكذا. ولكن في ذلك الوقت شنو حدث؟ حدث مقتل عثمان، فهمت؟ ولم يصل الإمداد الإسلامي من مصر،
فتم التراجع ووقعت الردة مرة أخرى. فهمت؟ وتعرفوا معناتها فما زاد في ذلك الوقت فما حاجة أخرى وقعت، هي الردة نتاع أهل النوبة جنوب مصر. فهمت؟ فما ردة وقعت في جنوب مصر، جنوب مصر أهل السودان، أهل السودان نفس الشيء، وقع لهم نفس الأمازيغ أنهم ارتدوا على الإسلام. علاش؟ خاطر هما في الأول يقبلوا الجيش الإسلامي على أساس أنه فاتح وعلى أساس أنه باش يخلصهم، ولكن عندما يعايشوه يشوفوه ويشوفوا كيفاش يتعدى عليهم، وقتها يكتشفوا الحقيقة نتاعو ويطردوا الوالي، ما يسمى بالوالي اللي حطوه، وتوقع الردة. هذه معناتها تقريبا الوضع معناتها كيفاش وقع. لكن هوني وقتها معناتها ما يسمى مات عثمان وجاء علي، فترة علي نعرفوها دامت 5 سنوات. علي معناتها حرب عايشة، حرب الجمل، حرب صفين، حرب الخوارج، يعني 5 سنين شمال إفريقيا الكل غير مصر، ما عدا مصر ارتدت عن الإسلام. بدي أسألك كريم، هون بهالواقعات هي، يلا مثلا الرومان كانوا محتلين، هل كانوا الأمازيغ يسوروا على الرومان البيزنطيين، ولا كانوا يعني ما في أي ثورات على البيزنطيين؟ يعني هل كان البيزنطيين يحاربوا مثلا على جبهتين، مثل الجبهة الإسلامية والجبهة الداخلية الأمازيغية، ولا كانوا مثلا ما في أي مناوشات بينهم بين الأمازيغ؟ يعني ما فهمتش السؤال نتاعك جان. سؤالي يلا، بما انه كانت بيزنطة هي دولة احتلال، خلينا نقول شمال افريقيا. لا، بيزنطة وروما ما كانوش محتلين، ما كانوش محتلين بمعنى الكلمة، كانوا حاطين قواعد نتاعهم. يعني يجي ياخذ لك منطقة ويحط فيها، معناتها خاصة المناطق البحرية، يعني ياخذ منطقة ويحط فيها القاعدة نتاعه فقط. كان في حروب بينهم بين الأمازيغ ولا بدون؟ ساعات تقع مناوشات، نعم ساعات تقع مناوشات من بيناتهم، ساعات تبقى حروب، نعم ساعات تبقى حروب من بيناتهم، ولكن ما كانوش يتدخلوا في الحياة الشخصية نتاع الأمازيغ، ما كانوش يتدخلوا بشي يردوهم رومان ولا بشي يدخلوهم في دين ولا حاجة. كانت عندهم قواعد وكانوا يستخدموا ما يسمى باليد العاملة الأمازيغية، وكانوا يشيلوهم من عندهم ويتعاملوا معاهم. فهمت؟ ما كانش احتلال، وكانوا يستعملوهم في الجيش ايضا. فهمت؟ كانت روما وبيزنطة تاخذ الامازيغ في الجيش، وحطها في بالك ان الامازيغ يمشيوا روما والبيزنطة، مثلا فما بعض القصصيين امازيغ مشاو وتعلموا، ولو معناتها كيما نقولوا احنا علماء كبار في الدين المسيحي كيما اغسطس وغيرهم. فهمت؟ وفما اللي رجعوا وتمردوا على روما وتمردوا على بيزنطة. يعني التواجد البيزنطي الأمازيغي هو تحالفات. فهمت؟ ما كانش بالمفهوم الإسلامي. الإسلامي راهو محو هوية، يعني تو الروماني أو البيزنطي يتعامل معاك ويقول لك نتعامل معاك، لكن ما يقولكش ولي روماني، حتى ولو تمشي تقرأ في المدارس متاعه وتولي قسيس كبير أو تولي عالم كبير تبقى أمازيغي، وتتكلم على أنك أمازيغي مكش على أنك روماني ولا بيزنطي. شفت الفرق؟ صحيح، فرق كبير بين ما يجي يمحي هويتك ويفرض عليك هويته والإسلام طبعا بحجة الدين هذا، بين ما كن كما تكون، ولكن خلينا نتعامل يعني بالضبط. يعني بالضبط، يعني آسف للمقاطعة، تفضل. راهو الأمازيغ صحيح معناتها كانوا معناتها يتعرضوا بنوع من الاضطهاد يعني من طرف البيزنطيين والرومان، ولكن أمام الاضطهاد العربي الإسلامي لا مقارنة، لا مقارنة. الرومانية ما يتعدالكش على شرفك وعلى هويتك وعلى إنسانيتك وعلى، لا صحيح ياخذ لك بعض المناطق، يسرق بعض ثرواتك، فهمت؟ ولكن مش لدرجة إنه يمحيك من الوجود. هذا هو الفرق. إذا الفترة متاع موت عثمان والثورة على عثمان وثورة النوبة اللي وقعت في جنوب مصر والمشاكل اللي وقعت في الشرق الأوسط ومعنتها الحروب اللي وقعت في الشرق الأوسط كما في عهد أبو بكر حروب الردة، ارتد
رجعت كل شمال إفريقيا ما عدا مصر تحت قيادة الأمازيغ. هذا معناتها، وهنا فما حاجة مثلا توا البيزنطيين والرومان، فما بعض الأمازيغ يتحالفوا مع بيزنطة وبعض الأمازيغ يتحالفوا مع الرومان على حسب الاتجاهات العقائدية، الكنيسة الكاثوليكية ولا الكنيسة الشرقية. وهناك نوع آخر من الأمازيغ ما يسمى بالأمازيغ المسيح ولا اليهود، اللي هما وطنيين. الأمازيغ اليهود في شمال أفريقيا هما أخلص حدود للأمازيغية، وهذه حقيقة لو تعود لها للتاريخ وإلى الآن، وهما اللي حافظوا على التراث الأمازيغي في عديد الأشياء، وهما كانوا سكان أهل الحضر. وهذا معناتها تكلموا على المعتقدات وكيفاش معناتها المعتقد أو التواجد اليهودي في شمال أفريقيا كان له تأثير كبير على الأمازيغ. المهم بعد لو فات هذه الحروب ووصل معاوية للحكم، فهمت، وأصبح عمر بن العاص وكبر عاد في السن، سنة 41 للهجرة تقريبا، في 40-41 للهجرة، قرر لإعادة ما يسمى غزو أفريقيا أو فتح أفريقيا أو احتلال أفريقيا، وأطلق عليها المسلمين، فهمت، الفتح الثاني. الفتح الأول انتهى مشى، هذا الفتح الثاني. طبعا عبد بن العاص كبر وقتها، ما عادش ينجم يمشي حارب وكذا، يعني في 70 ولا في 75 سنة. شكون أرسل أحد الأشخاص الأمويين معاوية ابن حديج، فهمت، لغزو أفريقيا للمرة الثانية، فهمت. هذا معناتها الشخص معناتها خرج بجيش من مصر والتحق به عقبة بن نافع. عقبة بن نافع هو تقريبا قضى 30 سنة وهو في شمال أفريقيا، تصور وصل حتى للمغرب، يعني يعرف الطبايع متاع الأمازيغ بالكدا بالكدا بالكدا، فهمت، ما نعرفش يمكن تعلم الأمازيغية، فهمت. المهم وأرسل هذا معناتها معاوية بن حديج معناتها وأرسله إلى للفتح، ومع عقبة بن نافع اللي أرسله إلى مدينة خدامس. خدامس موجودة في جنوب ليبيا، فهمت، مش في جنوب، في وسط ليبيا تحت تونس بشوية. يحبوا يدخلوا من جهتين، يدخلوا جانب صحراء بحري وجانب صحراوي، فهمت، باش يحصروا من جهتين شمال افريقيا من اجل فتح، فهمت، او احتلال كل المناطق المجاوره لهذه المنطقه، فهمت. المهم وصلوا، اول ما وصلوا، فهمت، وصلوا معاويه بن حديج وصل الى جربه، وتم فتح جزيره جربه اللي هي جزيره كانت يهوديه 100%، فهمت، تسمع بها اكيد جزيره جربه. اكيد اكيد، بس بصراحه انا مساله اليهوديه هذاك الوقت انا شيء جديد علي بصراحه، وانا يعني شيء رائع انه عم بتعلم منك اخي. انا اقول لك ان مناطق الحضر ومناطق الجبال، مناطق الحضر ومناطق الجبال خاصه منطقه الشاويه ومنطقة الريف اللي نحكيه عليه اللي في المغرب، شمال المغرب. هل تدري ان معناتها الريف قبل 50 سنة 40% يهود؟ واو، 40% يهود الريف، نسبة كبيرة جدا من اليهود كلهم هاجروا مشاو لإسرائيل. هل تدري ان فما زوز ملايين تقريبا، فهمت، شمال افريقي يهودي في اسرائيل اليوم؟ معناته ما 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 لنا غير نطلب الدعم من امنا اسرائيل. هي علاش لا، فهمت، لنصر القضيه. التعايش اليهودي الامازيغي عبر التاريخ من قبل قدوم المسيحيه، فهمت، ومعناتها تعايش معناتها مهول، ونحكيو عليه في الفيديو القادم، فهمت، يعني المساله هذه، فهمت. اذا وقتها ظهر قائد اللي بعضهم سموه خائن، العرب طبعا سموه خائن، اسمه أكسل، فهمت، هو من مدينة خنشلة. مدينة خنشلة هي منطقة الشاوية، هي جاية من بين تونس، يعني المنطقة هذه الكل من بين تونس ومن بين الجزائر. هذه المنطقة هي اللي عرفت عبر التاريخ من قبل الإسلام،
هي اللي تخرج، وحتى لتوا الجنرالات الكل نتاع الجيش منها معروفة بالقيادة العسكرية، فهمت؟ معناتها ديما يخرجوا منها القادة العسكريين. هذا الشخص استطاع أن يوحد، فهمت، شمال إفريقيا من تونس إلى وهران وتلمسان، فهمت، إلى القيروان، يعني وصل معناتها حتى استولى على القيروان اللي كان معناتها فتحوها قبل، فهمت، حلوها، يحل روسهم إن شاء الله، فهمت، وعاود كون جيش كبير لمواجهة المسلمين. اغتنم فرصة أنها المسلمين لهين بمقتل عثمان وحروب عالية وكل شيء، وعاود كون جيش آخر، فهمت؟ هنا يعني هذه معناتها الجيش معروف أكسل، يعني لو أي أمازيغ يقول له أكسل معروف، فهمت؟ المهم وقت وصل الجيش الإسلامي، شكون كان وقتها والي القيروان؟ كان واحد اسمه ابن دينار، وهذا ابن دينار كانوا معينينه، كانوا في الأول خطر الأمويين ما بداوش يواجهوا، معناتها ما زالوا معناتها خايفين من الأمازيغ، فهمت، المواجهات ديما محدودة، ما يحبوش يتغلغلوا ياسر داخل خطر منطقة جبلية، والعرب بصفة عامة ما يعرفوش الجبال، فهمت، خطر ليبيا جاتهم سهل على خطر صحراء، جنوب تونس جاهم سهل حتى القروان، لكن بعد القروان هنا باش تدخل جبال الأطلس، مناطق واعرة يعني مناطق صعيبة. عاد هذا ابن دينار كان يتعامل كما يسمى أكسل، هذا تصور أكسل هذا دخل في الإسلام، ثم ارتد عن الإسلام من جرة عقبة بن نافع. وهنا نحكي لكم القصة اللي توا ما زالت تقع في 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 تونس وفي الجزائر، انها في يوم من الايام يعني كانوا معناتها يذبحوا في الغنم، فطلب عقبة بن نافع من اكسل انه يذبح الغنم. يا اخي قالوا احنا الامازيغ، انا كنت قائد يعني نتاع جيش، فهمت، ما نجيش نهبط نذبح، انا ما نذبحش، احنا في العادات نتاعنا ما نذبحش، يعني الجنود هي اللي تذبح. يا اخي ايش قالوا كيما نقولوا احنا، اهانوا عقبة بن نافع وقال له انت الان مسلم، كيفك كيف جنودك، ما عندك حتى قيمه يعني. وهنا اكسل شعمل هبط يذبح، يعني سمع كلام عقبه، وكان يذبح ويشد الدم بتاع الخروف ويمسح به في لحيته هكا، ويشد الجلد بتاع الخروف يمسح به في لحيته. يا اخي احد الاشخاص اللي مع عقبه قالوا راو ان الرجل يتوعدك، وهذه معروفه احنا عند الامازيغ، ما نعرفش كان عندكم انتم جون ولا حاجه، كي تحب تتوعد انسان بالشر تعمل له هكا، فهمت؟ لا ما عندنا العاده هذه، هذه عند الامازيغ كي تعمل هكا يعني تو نوريك، هكا تو نوريك، هذه بقات العاده حتى الان، وقت يذبحوا خروف العيد يشدوا الجلد يمسحوا به يعملوا به هكا، الان الى الوقت الحاضر في منطقه في المناطق الغربيه نتاع تونس والشرقيه نتاع الجزائر، فهمت. المهم شعمل خرج معاه اكسل وبدا يتقدم بالجيش والجنود نتاعو الى ان وصل به منطقه غرب الجزائر وتقلب عليه هو والجند نتاعو. طول عقبه بن نافع خارج مع الجند الاسلامي، اوكي، وأكسل عنده الجند بتاعه الأمازيغي اللي الكل دخل في الإسلام شيء طبيعي، فهمت، وجاء في منطقة وهران، منطقة وهران، وتفاهم مع الجند بتاعه وقت المسلمين يكونوا راقدين يذبحوهم الكل. تصور ذبحوا عقبة بن نافع وذبحوا الجيش كامل، محاوهم من وجود، وارتد عن الإسلام وعاود رجع لهم من شرق الجزائر حتى لتونس، فهمت، يعني معناتها قصة مهلة، فهمت، يعني كيفاش معناتها دخل في الإسلام وهو والجيش نتاعو، وكان عنده جيش كبير، هو كان عنده جيش كبير صور على تونس وتزاير والمغرب تقريبا، فهمت، والجيش الإسلامي والجيش هذاك نتاعو دخل في الإسلام الكل تقريبا، فهمت، يعني مشى باش يفتح الجزائر، وصل لآخر الجزائر وينقلب كليا، فهمت،
يا ريت يا ريت يا ريت تطلع جيوش مثل هلا تطلع جيوش تنقلب على الإسلام هذا اللي ذبحنا للأسف الشديد. يا ريت يعني في سؤال بصراحة من الأخ كريم، في عم بيقول، لأنه حكينا باللي حكيت بالمدن، عم بيقول هل مدينة سبراتا أظن هي نفسها سبراتا الإغريقية؟ لا سبيطلة سبيطلة. سبيطلة. أنا بس قريتها مثل ما كاتبها هو، فهي نفس المدينة الإغريقية ولا؟ لا مش نفسها، سبيطلة موجودة في تونس. أها. فهمت؟ أما فما ياسر مدن في تونس، مدن رومانية ولا فهمت إغريقية موجودين، يعني هم بنوهم فهمت، كما الجم مثلا. الجم هي مدينة رومانية، يعني فيها أكبر أمفي تياتر، يعني مسرح أكبر من مسرح روما، مبني في تونس في مدينة الجم. المسرح اللي موجود في المسرح الروماني اللي موجود في الجم، معناتها محافظين عليه أكثر معناتها من بتاع روما، في الكبر وفي التهيئة وكل شيء، فهمت؟ على كل أخي كريم، بدنا نحكي على الكاهنة وطارق بن زياد ولا؟ مازلنا ما وصلناش لغاديك، خاطر ما تنساش اللي معناتها اكسل او معناتها انفصل بالجيش نتاعو وقضى على الجيش الاسلامي وخرج ب 50 الف جندي، بقياده 50 الف جندي، وانهزم فهمت هذا عام سنه 64 للهجري، تقريبا 680 85 الميلادي فهمت. و نجم نقولوا انتهى بالانقلاب نتاع كسيلة، نجم نقولوا عاودوا رجعوا الأمازيغ. شو عمل كسيلة؟ رجع حتى للقروان واستولى على القروان وحرر النساء وحرر الرجال، وقال لهم ارجعوا للدين نتاعكم، اللي يحب يرجع مسيحي واللي يحب يرجع يهودي واللي يحب يرجع اللي يحب، واعطاهم الحريه الكامله فهمت، وسيب سبيلهم وبدا يلاحق في المسلمين حتى نواحي ليبيا، وحكم شمال افريقيا 5 سنوات، واسس مملكه واسعه من تونس فهمت الى الجزائر الى قرابه المغرب، جبال الاوراس والمنطقه قسنطينه والقروان فهمت، يعني كل المناطق هذيك استولى عليها. صراحة كريم، هون أنا بخطر لي سؤال، إنه بهالردة هي ليش ما كمل لمصر، لأنه يعني يساوي دولة لحاله، يساوي دولة ارتدادية خلينا نقول. لا مصر ما نجمهاش، مصر قوية، خطر الأقباط في بالك، اللي أكبر جيش دخل مع الجيش الإسلامي هم الأقباط فهمت، اللي دخلوا معناتها ما صعيب صعيب، خاطر هو توا مثلا كسيلة رجل جبال، المشكلة الصحراء الليبية ما ينجمش يحارب الصحراء، المشكلة في شمال افريقيا فما محاربين الصحراء ومحاربين الجبال، نتاع الصحراء ما ينجمش يحارب الجبال ونتاع الجبال ما ينجمش يحارب الصحراء، هذاك علاش احنا نسميوه الحلف الشرقي والحلف الغربي. الحلف الشرقي هو حلف يميل للصحراء، والحلف الغربي هو معناتها يميل للجبال، فهمت؟ تمام، شكرا لك. تفضل لك بالاخير. المهم انا معناتها باش نحاول نزر بالخطر، طولنا ياسر فهمت، نجموا حتى نقسموها نكملوا المره الجايه، راهو مش مجبورين باش. يا ريت يا ريت يا ريت ممكن نسويها حلقتين، لانه في عندنا لسه فتح المغرب، واذا بتقدر كمان. مازال انا متصور خاطر المرحله هذه نتاع كسيله تنتهي وباش تبدا مرحله جديده، هي نتاع التاهيه اللي يعيطوا لها الكاهنه، اللي هي مرحله مهمة لتوصل بها بعض طارق بن زياد وفتح الأندلس وكذا 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 وكذا، يعني نظن أننا نعملوها على حلقتين خاطر مازال الكلام. بالضبط بالضبط، يعني أنا يعني أقترح أنه نعمل الحلقة القادمة كمان لنفس الغزو الإسلامي، على نكمل على المغرب والأندلس، سموها إسبانيا الأندلس للأسف الشديد. على خليني نكمل على كسيلة، ما بقاش ياسر، ونكمل على كسيلة باش نقفوا عند كسيلة، باش المرة الجاية نكمل نبداو من الداهية ديريكت، من الداهية يعيطوا لها الداهية والكاهنة ولا فهمت. تفضل حبيبي. على كل، بعد ما تخلص راح نفتح السكايب أصدقائي، هو مفتوح، أرسلوا أسئلتكم. جتني
جاني سؤالين لحد هلا، وانا بتمنى منكم اسئلتكم، وراح نفتح سكاي ومشاركاتكم كانوا متوقعون ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل اخي كريم، تفضل. وقتها عاد شو عمل هو كسيلة، واللي بعد لاموه عليه معناتها المسلمين حتى الان يقول لك كسيلة يعتبر خائن. كسيلة وقتها سيطر على شمال افريقيا، اتصل بالروم، فهمت، وطلب منهم الدعم، طلب منهم الدعم من حقه، فهمت، معناتها فما يعني هو تاكد، خاطر هو دخل في الاسلام وعرف شنو هو الاسلام وارتد عن الاسلام، والقبيله نتاعو قلت لك الجند نتاعو 50,000 دخلوا في الاسلام وارتدوا عن الاسلام، وهو وقت رجع للقيروان وفتح القيروان من جديد واعادها واعطى الحريه واطلق العبيد ونحى عليه الجزيه، واللي يحب يرجع لدين ودين واعطى الحريه الكامله، فهمت، اتصل بالرومان وطلب منهم الدعم. في ذلك الوقت فهمت هناك فما فتنه نتاع عبد الملك بن مروان، فهمت، اللي كان معناتها يواجه معروفه ثوره ابن الزبير والاضطرابات الشيعيه اللي وقعت في ذلك الوقت، فهمت، معناتها والتاريخ معناتها يذكر معناتها في ذلك الوقت اشتعلت كثير من الفتن في الشرق الاوسط، مثل معناتها الضاحك بن قيس، فهمت، اللي خلى الامويين في عهد في فتره من عهد عبد الملك بن مروان ما اهتموش بشمال افريقيا، وارتد كثير من الامازيغ بل كل الامازيغ عن الاسلام، كما يقول ابن خلدون، فهمت، ابن خلدون معناتها قال لك 12 مره معناتها كنا نعدوهم ياسر مره، خطر ارتدوا تصور الامازيغ حتى في عهد الدوله العباسيه عن الاسلام، فهمت، يقول لك المسلمين هذا بسبب الامويين وما الامويين، لا ليس بسبب الامويين، ال 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 الارتداد عندما شافوا قارنوا من بين تعامل الرومان رغم اللي هو استعمار، والبيزنطيين رغم اللي هو استعمار، والاستعمار العربي الاسلامي، هناك فرق كبير، الرومان خلوا اثار، الرومان بناوا قلعات، الرومان عملوا اشياء في شمال افريقيا، بينما العرب شنو عملوا؟ كان سرقوا وخطفوا واغتصبوا النساء فقط، فهمت؟ إذا يعني وقتها هدات الأمور، فهمت، في عهد عبد في آخر عهد عبد الملك بن مروان بدات الفكرة لإعادة فتح شمال إفريقيا، وهنا ندخل في المعركة الجديدة اللي نكملوها في الفيديو القادم. هاكا وصلنا الكسيلة، الكسيلة كان ينوي باش يمشي حتى ليبيا حتى البرقة ويحرر البرقة، وعلاش لا مصر، لكن المد الإسلامي جاء لمصر وبداوا معناتها المسلمين يعرفوا اللي كان باش يسكتوا على كسيلة، كما قلت أنت كان باش يسكتوا على كسيلة، كانت نجم كسيلة بدعم روماني أنه يهدد الدولة الإسلامية. إذا نكتفي بهذا القدر، وإليكم المايك. أكيد أكيد، شكرا كثير أخي كريم. على كل أصدقائي أنا فتحت سكايب وبتمنى منكم التواصل وطرح أسئلة ومداخلات وتعليقات. طبعا في عندي بس أروح على السكايب، حمزة عم بيقول مسلة حمورابي لا زالت محفوظة في باريس منذ أكثر من 5000 سنة، ولكن الله لم يستطع أن يحفظ التوراة والإنجيل والقرآن، وأنما وصلتنا نسخ كتبت بعد عشرات السنين من التاريخ الأصلي، وأنها تلك الكتب اللعينة حفظها بعض الرعاة وعندها اختلطت الحبل بالنابل، وهذا فقط دليل دامغ على أن هذه الكتب اللعينة ليست من الله وإنما من رعاة الأغنام. ما بعرف إذا عندك أي تعقيب على هو كلام صحيح ومنطقي. الأديان لم تترك لنا شيء إلا كلام فقط، عندما نشوف الحضارة الفرعونية شنو تركت، هاي كافرة وهاو فرعون قال لك أنا الله، ياهو هو هذا الله، ياهو خلى أهرام وخلى تحنيط وخلى علوم ورياضيات وطب وعشرين ألف حاجة، حمورابي خلى قانون وخلى علم نجوم وتقنية وكذا وكذا،
السومريين نفس الشيء، وكلهم خلاو، الفرس خلاو، كلهم خلاو، اليونانيين هاو فلاسفة كفار خلاو، خلاو معالم. احنا اش خلاونا؟ اش خلاونا؟ خلاونا كان جوامع بنينهم على اثار اديان اخرى، فهمت؟ وخلاونا كتب كلام فارغ، فهمت؟ فقط. بكل تأكيد. في اظن الاخت، ما بعرف اذا كان اخته الاخ امان، عم بقول هل هناك احاديث تحض من شأن الافارقة او ذوي البشرة السوداء؟ لا مش كثير، بالعكس هم حديث يقول لك، اما هو حديث معناتها بتاع الخوارج، يعتبر بعض يقول لك يعني وان كان عبدا حبشيا، فهمت؟ يعني الخليفة ينجم يكون عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة، فهمت؟ انا ما نذكرش فما احاديث، اما كان مقارنة العبيد بالسود. على كل حال هو لما يقول لك فما حديث مثلا بتاع حام، لماذا السود هو مسود؟ كان تعرفها القصة، انها نوح كان في السفينة وكان عنده 3 أولاد، يافا وحام وسام، وكانت يجي الريح يعري له العورة متاعه، فعندما يعري له العورة متاعه حام يقوم يضحك وسام يجي يغطيها له. وقت فاق نوح من النوم، ما انت عرف الحكايه يا اخي، قال الحام سود الله وجهك، فهمت؟ هناك عندما نرجع هناك احاديث، اما مش بطريقه مباشره، فهمت؟ حتى مثلا في القران وجوه يومئذ مسوده، يعني سوداء. علاش سوداء؟ يعني كي يبدا في اهل النار يولي اسود وجهه، يعني فما حتى ايات قرانيه تنجم تقول، اما العنصريه ضد العنصر الاسود موجوده، فهمت؟ هي معروفه. بالضبط بالضبط اخي كريم، انا امبارح كنت عم واحد بده يناقشنا ويناظر، فعم بيقول اول ما كتب، هو سوري للاسف الشديد، عم بيقول فرقتنا الوطنيه وجمعنا الدين. فانا مباشره قلت له صحيح، اكيد يعني واضح جدا كيف فرقنا الدين، فلا فرق بين عجمي وعربي الا بالتقوى، بعدين ولا فرق بين اسود وابيض. فمباشرة كتبت له، خطر لي يعني واضح كثير انه لا فرق بين اسود وابيض، بدليل انه ربك بيقول يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يعني العنصر. لا يعني العنصرية راهي موجودة، موجودة ضد السود من اول التاريخ، مش كان عند المسلمين حتى عند غيرهم، لكن الاسلام اللي يسمي روحه دين الرحمة، فهمت؟ حتى بلال يعني معناتها لو ترجع للتاريخ نتاعو مجرد مؤذن، يعني مجرد مغني، فهمت؟ ومن بعد مات الرسول ما عادش عرفنا عليه فين مشى، فهمت؟ مشى لسوريا، فهمت؟ يعني الاضطهاد يعني موجود ضد السود حتى الان في العالم الاسلامي، سامحني، اكبر اضطهاد موجود ضد السود توا هوني في اوروبا. عمرك ما تلاحظ انسان اسود ولا ابيض، ما تشوفش لونه، ولا يعني تحكي معاه كانسان عادي، بينما احنا لا، هاو كذاك يقرا معك اسود، هذاك اسود، يعني هذه العنصريه المقتاه يعني ضد الجنس ذو البشره السوداء، يعني شيء غريب جدا في العالم الاسلامي بتاعنا. شكون من العائلات تقبل باش تتزوج بنت، لو اي شخص يتقدم باش يتزوج واحدة من البشرة السوداء العائلة الكل تقاطعه، كأنه باش يتزوج ما نعرف شنو، يمكن تزوج كافر أبيض وما تزوجش سوداء، فهمت؟ وقل لك احنا مرت الاسلام جمعنا، الاسلام جمعنا بعد ان مسخنا عن هويتنا. فين جمعنا؟ جمعنا وهل حافظ على هويتنا؟ لم يحافظ على هويتنا، مسخنا من هويتنا. اذا لم يجمعنا بل اهاننا. تفضل. بكل تاكيد اخوي كريم، بكل تاكيد. طبعا في اخ عمر عم بيسال، هل هناك امل للامازيغ للاستقلال حاليا عن الأنظمة العربية؟ أنا هذه قلتها وأجبت عليها 100 مرة، ليس لنا خيار، ليس لنا خيار، ليس لنا خيار، يا إما الاستقلال يا إما الموت، ما عندناش خيار آخر. بكل تأكيد بكل تأكيد. طبعا بس أنا في عندي
شغله ما بعرف اذا بتوافقني عليها، في 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 بعض الاصدقاء بيدخلوا انه الاسلام ينتشر، الاسلام ينتشر وعدد المساجد، الله شفت هيك واحد كاتب بجنوب اسبانيا، يعني جنوب اسبانيا انه عم تنتشر الديانات، عم المساجد عم تنتشر والاسلام عم ينتشر وعدد المسلمين ومعتنقي الاسلام، وبامريكا وفلان اعلن اسلامه، شو بتقول لهم بهالنقطه هاي؟ اول شيء بالنسبه للانتشار بتاع الاسلام، اول حاجه المسلم عمره ما يشوف الاخرين، يشوف كان نفسه ما يشوفش اللي المسيحيه زاد قاعده تنتشر واللي البوذيه قاعده تنتشر، ما يشوفهاش هذيك. المسلم عنده وجهه نظر واحده، ما يغزر كان المصادر نتاعو. لو تشوف مثلا البوذيه او المسيحيه، مثلا البوذيه في اوروبا قاعده تنتشر زاد، علاش؟ خاطر هوني فما حريه، يعني هوني الانسان يمكن ان يعتنق الاسلام 4-5 ايام وبعد يبطل يحب يشوف، هذه حاجه. ويمكن ان يعتنق البوذيه، يمكن ان يعني هناك حريه. اما هما يركزوا كان على الاسلام فقط، ما يشوفوش. لو نشوفوا احنا الدراسات اللي موجوده، الخروج والدخول في دين اخر هي نسبه نفسها بين كل الاديان، هذه حاجه. حاجه ثانيه، اما حول الانتشار بتاع المسلمين، صحيح موجود انتشار ما نكذبش عليه، ولكن ليس بالدخول في الاسلام وانما بالانجاب. فمتكاثروا تناسلوا اني اباهي بكم الامم، هذه حاجه. حاجه ثانيه، انت يقول لك مثلا يجي يوريك يقول لك شوف مثلا روتردام قدش فيها جوامع ولا هاي هو ياخذ لك منطقه في اوروبا، منطقه صغيره، خاطر المسلمين ما يعيشوش متفرقين، يعيشوا ديما بحال بعضهم. تلقى مدينه مثلا كذا، هذه مثلا روتردام يجمعوا فيها كل المسلمين، مدينه في اسبانيا يجمعوا فيها، قدش تمثل هذه المدن كلها المسلمه؟ قدش تمثل؟ ما تمثلش حتى 5%. امشي اخرج على المدن هذه شوف تلقى شي مسلم، هذه حاجه. حاجه ثالثه، هناك كثير من الاوروبيين عايشين ما يسمى العزله النفسيه الاجتماعيه، اللي تشوفهم هذوما دخلوا في الاسلام بعضهم يوريوهم لك، هما ناس نجم نقولوا معناتها متشردين، عباد عايشين فهمت العزلة ما يسمى، معناتها تعرف في أوروبا كان ما تعملش على روحك وتقف على رجليك ما يشوفك حد، يعني هوني مش ما فماش لا ربي لا محمد باش يجي. إذا هذوما الأشخاص تلقاه مثلا مسكين وحده، بوه أمه ما عندوش ولا خرج من، يعني يحب كومينوتي ويشوف العالم الإسلامي، يشوف المسلمين نهار كل مع بعضهم وجوامع وحياة اجتماعية، فتلقاه ينتمي للإسلام من أجل هذاك الشيء. أما يعرفوش اللي يروا الدخول في الإسلام ليس مثل خروجه، هنا بعد تصطدموا. أكيد أكيد أخي كريم. أخي كريم، أنا بس بدي أسأل سؤال أخير، وأنا بتمنى الأصدقاء يشاركونا يعني الاتصالات، اليوم ما سمعنا ولا اتصال، رغم أنه أعداد المشاهدات يعني إلى سقفها الأعلى مثل ما أقول، فبتمنى أنكم أصدقائي تتصلوا فينا. يا ريت حدثنا شو عن نشاط حركة شمال أفريقيا، يعني شو عملت لحد هلا بتجميع الفكر الأمازيغي، خلينا نقول بالصحوة الأمازيغية إذا في الحقيقة. ماذا بينا معناتها الموضوع متاع حركة تغيير شمال أفريقيا، يعني نعملوا له مرة حلقة لوحده، فهمت؟ على خاطر الموضوع معناتها متشعب، ما نجمش كان باش ندخل فيه باش نزيدوا ساعة أخرى نحكيه. أما معناتها بصفة عامة التجربة اللي عندها توا تقريبا سنة وثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حركة تغيير شمال أفريقيا، استطعنا أن يكون لنا موقع على النت، يعني بالصفحات نتاعنا الفيسبوك، بالتحركات نتاعنا، وفي نفس الوقت احنا نخدم، احنا خارجين عن المألوف، لأن الحركة الأمازيغية اللي تأسست أو ظهرت في السبعينات وفي الستينات هي حركة أكثر شيء عرقية، يعني تريد، واحنا مانيش ضدها، يعني هي حره معناتها، احنا مانيش ضد اي انسان مهما كان، فهمت؟ لكن احنا كحركه امازيغيه مانيش حركه عرقيه، احنا حركه فكريه سياسيه، مانيش حركه عرقيه. يعني علاش؟ على خاطر لاحظنا ان كل هذه الحركات سوى منها اللي اتجهت نحو اتجاه سياسي، او اغلبها مع الاسف، وهذا معناتها مؤلم شويه، انها اتجهت الا على الجانب الفولكلوري والثقافي، كما في مصر مثلا الحركه الامازيغيه فولكلوريه، حتى الممثله نتاع الحركه الامازيغيه عندما سئلت قالت انا مصريه
والأمازيغية مجرد فولكلور، يعني هذا مسخرة أنك معناتها تحصر هوية شعب وهوية إنسان على فولكلور، على طرف ماكلة وعلى طرف الباس وعلى طرف رقص وعلى طرف غناء. إذن احنا الحركة الأمازيغية بصفة عامة اللي ظهرت الحركات اللي نحترمهم كلهم ونقدرهم والمجهود نتاعهم واللي قدموا شهداء وقدموا معناتها من أجل تمزغة ومن أجل الوطن، لكن مع الأسف الحاجة اللي لوموها إنهم يعتبروا ما يسمى متكلم الدارجة هو عربي. فهمت؟ مثلا أنا يعني معتبر بالنسبة ليهم ما دامني ما نتكلمش الأمازيغية يعني أعتبر عربي وما يثقوش فيك. فهمت؟ ما يثقوش فيك. وهل باش نكمل؟ مانيش باش نطول ياسر. لحظة برك. يعني احنا حبينا ندخلوا ما يسمى المتكلم الدارجة سواء الجزائرية سواء الليبية سواء المغربية انه يشارك في الهوية الأمازيغية مهما كان لونه، مهما كان أصله، مهما كان فصله، مهما كانت اللغة نتاعو. احنا كنا شركاء وطن، احنا كنا أصحاب أرض فقط. بكل تأكيد أخي. أنا كنت أتكلم على أخ نسيم واتصل فينا، فأهلا وسهلا فيك أخي نسيم، تفضل. يا ريت علي صوتك نسيم. تفضل تفضل أخي، تفضل أنت على الهواء، ويا ريت تعلي صوتك عشان نسمعك. أوكي. كريم يسمعني؟ يسمعك كريم، الأخ كريم يسمعك، تفضل. دخل J'entends pas très bien. الأخ أخي نسيم صوتك غير واضح بصراحة، والأخ كريم عنده صعوبة بسماعك، لو تعلي صوت. الأخ نسيم أظن أغلق الخط، ما سمعتش السؤال متاعه. هو كان صوته غير واضح، يعني أنا بحاول أتصل فيه إذا ممكن يرد علي ويكون الصوت أوضح. أنا أتمنى يكون الصوت أوضح، وعم يتكلم بالفرنسية، أنا بصراحة ما أعرف هذاك علاش. أنا قلت كان يتكلم العربية وتسمع أنت وتقول لي، أما بالفرنسية. بالضبط. على كل الأخ نسيم أظن يعني الاتصال ما عم بيزبط. طيب ممكن كلمة أخيرة تقولها أخي كريم بهالحلقة هاي عن الغزو الإسلامي، شو بتوجه رسالة للأمازيغ الحالية خصوصا المسلمين يعني؟ تفضل. والله هي أول رسالة معناتها أوجهها للمسلمين، فهمت، إنهم ما فما حتى مشكل إنه يكون مسلم، ولكن يكون إسلامه إسلام أمازيغي. وتو نحكيه بعد في الحلقات القادمة ما هي أنواع الإسلام اللي عرفها الأمازيغ منهم في فترة من الفترات مدة 300 سنة. أحد الأمازيغ ادعى النبوة وجاب كتاب مقدس، فهمت، وكون ديانة مدة 300 سنة، ديانة كاملة. وقال لك معناتها في الكتاب نتاعو يقول ان معناتها ما ارسلنا لكل امه رسول، قال انا رسول الامازيغ، فهمت، وعمل ثوره كبيره يعني في كان معناتها بشي هذه من نوع من انواع الرد، اعتبره مرتد شيء طبيعي، فهمت، ضد الخلافه الاسلاميه، فهمت، كان بشي معناتها بشي. اذا احنا رانا عرفنا كثير من الاسلام كما نقول انا ونعاود، رغم اللي انا ملحد، فهمت، رغم اللي انا ملحد، ولكن ما عنديش عداوه مع الاسلام اللي يتوقف في حدود الدين، ما يدخلش في السياسه، ما يدخلش في الاقتصاد، ما يدخلش بتجريم فلان وتجريم فلان وانت كافر وانت كذا، تلهى بروحك، صوم وصلي على روحك، ما يهمكش شكون صلى شكون ما صلاش، شكون صام وشكون ما صامش. كما انتم عايشين هوني في اوروبا عندكم ناس لابسين اللي يحبوا، علاش توا المسلمين هوني يمشيوا يدوروا على الناس هوني يقول لهم شبيكم لابسين كذا ولا شبيكم فاطرين في رمضان؟ لا، نحبوكم هكاك تكونوا في شمال افريقيا وكل المناطق الاسلاميه، يا سيدي صوموا على رواحكم، ولكن تلهوا برواحكم وتلهوا بدينكم وبربكم، وما تدخلوش لا في السياسه لا في الاقتصاد، راه هذه امور بعيده عليكم
وهذا هو اللي نسميه هنا الإسلام العروبي. نقول للأمازيغ المسلمين كونوا مسلمين أمازيغ، ما تكونوش مسلمين عرب فقط. كل تأكيد، وأنا أضم صوتي لصوتك وكل كل الناس. أوكي بدك تكون مسلم، كون مسلم مسلم بلدك، يعني أقل شيء لا تكون عربي، لا تتخلى عن هويتك عن. طيب في الأخ، أنا بصراحة بعتنا الرسالة اتصل فينا، رجع نسيم اتصل فينا، ولكن كنت أنت تتكلم وأنا تكلمت معه ما سمعني، في مشكلة بالصوت. أنا بتمنى المرة القادمة أخي نسيم علوة لو تقدر تكتب كتاب الأسئلة بتاعتك ونقدر نطرحها. على كلنا أصدقائي، في بعد ثلاث ساعات من الآن، ثلاث ساعات إلا ربع، في عنا مناظرة بين نبي جلدة الحنفية وأخي كريم. أراك تبتسم على نبي جلدة الحنفية، يا ريت بارك لنا إياها. آمين آمين. على كلنا، في طبعا موضوع الجنين، في دكتور نسا، هو دكتور توليد، الأخ طه يمثل الطرف المسلم، ونبي جلدة الحنفية هو دكتور كمان جورج بول، في مناظرة عن الجنين. يا ريت تكونوا معنا بعد ثلاث ساعات إلا ربع تقريبا، الساعة 11 بتوقيت لندن، الساعة 12 بتوقيت مصر، تكونوا معنا ونشوف المناظرة هاي. أخي الكريم كريم العبيدي، أنا بشكرك كثير، وكثير مبسوط إنه سجلت معك الحلقة، وأنا يعني أتشوق للحلقات القادمة ونعرف أكثر عن الأمازيغ ومن هم الأمازيغ والثقافة الأمازيغية. يعني شيء بصراحة أنا ما كنت أعرف شيء قبل ما أشوف الإنترنت والفيسبوك للأسف يعني، ولكن بفضل الإنترنت والفيسبوك صرنا نتعرف وبدنا نتعرف وبدنا نعرف. وبتمنى من كل شيء غير عربي، يعني كل البلاد هي ليست عربية، أنه يصحوا ويفكروا شو هالثقافة اللي إجتنا، قطع الرؤوس وقطع الأيدين. بشكرك كثير أخوي كريم، وبشكركم أصدقائي، وأشوفكم بحلقة قادمة. إلى اللقاء، مع السلامة.